تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وتزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف 15 فبراير من كل عام، افتتحت المستشفيات الحكومية ومبادرة ابتسامة وحدة عبد الله كانوا لعلاج أورام الأطفال بمجمع السلمانية الطبي، وذلك بعد تجديدها بالكامل وتزويدها بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية. وقد تم تجديد الوحدة بشكل كامل بدعم من مبادرة ابتسامة التي خصصت ريع حملتها التوعوية السنوية أطفالنا كالذهب لصالح هذا المشروع الذي شمل إعادة تصميم الغرف ومكتب الاستقبال وبناء غرفة إضافية للاستشارات وتوفير مساحات ترفيهية للأطفال وإعادة تصميم وتجهيز غرفة المعالجة اليومية. وقد أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة بالدور البارز الذي تقوم به المؤسسات الأهلية في دعم الأعمال الخيرية الإنسانية ومساندة الجهود الحكومية في تقديم الدعم والمساندة للمرضى. من جانبه نوه رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة على الدور البارز الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة في مختلف القطاعات والمجالات في المملكة، لا سيما قطاع خدمات الرعاية الصحية. فيما أكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري أن تنفيذ هذا المشروع يبرهن على الشراكة الناجحة بين المستشفيات الحكومية ومبادرة ابتسامة، معربا عن شكره للمبادرة ولجميع القائمين على تقديم هذا الدعم. تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، افتتحت المستشفيات الحكومية ومبادرة ابتسامة والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم في البحرين التابعة لجمعية المستقبل الشبابية وحدة عبد الله كانو لعلاج أورام الأطفال، وذلك بعد تجديدها بالكامل وتزويدها بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية ووسائل الراحة للأطفال المرضى. أنا سعيد حقيقة بافتتاح القسم للأطفال المصابين بالسرطان، لأن الحقيقة في الحالات الأطفال المصابين بالسرطان يحتاج دعم كبير للأطفال وعائلاتهم والمحيطين بهم، لأن يعني هاي شيء يعني من أكبر المشاكل ممكن تصير أي عائلة، وإن شاء الله دائما يعني هيكون في التفاؤل والمحبة ويعني الاهتمام بهالمشاكل كلها حق الطفل وحق عائلته. في ابتسامة نعتبرها تحقيق هدف مرحلي احنا قاعد نشتغل عليه، كان الهدف الأولي ان احنا يكون عندنا مركز خارج مجمع السلماني الطبي نستقبل فيه الأطفال اللي في مرحلة المتابعة، والهدف المرحلي الثاني اللي احنا اليوم موجودين فيه هو إعادة تجديد وافتتاح وحدة عبد الله كانو بحلتها الجديدة بتوفير أجهزة جديدة إضافة غرف جديدة. فلله الحمد يعني افتتحنا اليوم الوحدة، وكل الشكر حق المستشفيات الحكومية على جميل تعاونهم ويانا، والشكر حق كل المساهمين اللي ساهموا معانا في توفير الميزانية لهذا المشروع. جسور التعاون متواصلة بين المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، وهمزة الوصل بينهما مبادرة ابتسامة والتي عملت على دعم فكرة إنشاء وحدة متكاملة مجهزة لمرضى السرطان، فقامت بإعادة تجديد وحدة عبد الله كانو لأورام الأطفال لتقديم خدمات علاجية متميزة لهذه الفئة لتزرع الأمل في نفوسهم وترسم البسمة على محياهم. في هذه المبادرة المباركة مبادرة ابتسامة، أنها تلمس حاجة أبنائنا محاربي السرطان، فوفرنا وهيئنا جميع إمكانيات صندوق الزكاة والصدقات لخدمة هذه المبادرة لتعزيز دور التكافل الاجتماعي مع هذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة. البنك الأهلي المتحد دائما راح يستمر في دعمه لمثل هذه المبادرات التي تخدم شريحة كبيرة في المجتمع البحريني. هذه الوحدة العلاجية هي ثمرة عمل استمر إلى نحو عام كامل، إيمانا من الجميع بضرورة العمل على تعزيز هذا التعاون لمواصلة تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة التي تصب في مصلحة الأطفال المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم في مملكة البحرين. وحدة متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتقدم للأطفال من مرضى السرطان علاج ناجع
من مختلف الجوانب الصحية والنفسية، وقد جاء هذا الإنجاز بالشراكة مع مبادرة ابتسامة، والتي قامت على إنشاء هذه الوحدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقوم بدورها الإنساني، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تعمل من خلالها المستشفيات الحكومية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.